بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم غادي نديرو فيديو جديد ان شاء الله، درس جديد في الدرس. كنتمنى يلقاكم بالصحه والسلامه نتوما والاحباب ديالكم والاهل ديالكم. انا كنت غادي ندير هذا الرشمه، هذه ديجا بديتها باش نبقى نشرح لكم بها، ولكن كاين شي اخوات جاتهم هذيك الرشمه اللي فيها بحال القبيبات، جاتهم شويه صعيبه، ولهذا انا قلت غادي ندير هذه الاولى عاد نرجعوا لهذه. واخا، اذا غادي نديروا هذا الرشمه. كيفاش غادي نبداوها؟ كنبداو دائما كالعاده، ها هو الخيط هنا عندي معقود، بديت شحال كنبداو. اذا دابا انا درت هذه، دابا باش غنجي ندير وحده اخرى كنحسب هذه شنو موراها. موراها جوج ما فيهم والو، الثالثه عاد كتبدا ولا الرابعه اللي بغيتو، فهم؟ اذا انا غنحسب، ها هي دابا هذه كامله، هذا الخيط هو بحال هذا الخيط، غنحسب واحد جوج مائلين، والثالث ما كنديرش فيه، والرابعه عاد كنرجع ليه عاد كنخدم فيه. اذا غندير واحد، ها جوج، جوج، دائما كنحسبو جوج الخيوط في هذه. واحد جوج ثالث، دابا يمكن لي نبدا من هنا، ولكن انا دائما كنفضل نجي هكا وعاد كنرجع، غنرجع راني رجعت درت بحال هذا، درت بحال هذا من التحت، من التحت. اذا دابا غنطلع ندير هذا المربع. شو عندي الاختيار، اما نطلع ونجي هكا ونكمل هكا وعاد نرجع، ولا نقدر ندير هاد الخطوط هادو ونمشي عليهم كيما بغيت. عندي الاختيار. اذا انا بديت بهكا، اذا غادي نطلع نكمل هذا، واحد جوج، ونجي هكا. دابا شنو درت؟ درت هاد الخط ودرت هذا من التحت. اذا دابا انا واصله هنا، هذه هنا، راني هنا. اذا غادي نطلع ندير هذا، الا بغيت نديرو كنحسب انا جوج هكا ونعاود نمشي جوج هكا باش كيجيني الحساب هو هذاك. انا درت هذا، درت فوق هذا، دابا غندير هذا باش نديرو حتى هو، كنحسب هكا جوج ونجي هكا جوج باش كيجيني نيشان، كيجيني ها. دابا انا راني درت هاد الخط، هاد المربع ها هو، مربع هو هذا، ودرت هاد الخط هو هذا، ودرت هاد الخط هذا هو هذا من التحت، راه كاين التحت. اذا انا باش غنكمل هاد النجيمه، هاد النجيمه كيفاش كنديرو؟ دابا راني عندي خط، عندي خط بحال هاد، بحال هاد المائل راه عندي لتحت، حيت راني درتو خرجت البرا من التحت، على ربي تكونوا فهمتوني. دونك وانا باش غندير هاد النجيمه كيفاش كندير؟ كنحسب واحد جوج، ولا نجي واحد جوج نيشان وندير هكا، كنديرو وكنرجع، كنرجع لبلاصتي، غنحسب واحد جوج، عنضرب ونرجع لو بوين دو ديبار ديالي من منين خرجت، شتيها بحال شي شميشه، غنحسب واحد جوج وندير هكا ونرجع، وكنرجع دائما لبلاصتي. كضرب الضربه وكتولي عليها باش كدير من الفوق ومن التحت. دابا عاوتاني غنحسب واحد جوج، واحد جوج، انا في جوج، غنضرب ونرجع لهذاك السونتر للمركز، فهمت؟ وغنحسب ثاني واحد جوج ونضرب الفوق ونرجع من التحت باش كدير الخيط من الفوق ومن التحت. غنحسب واحد جوج، انا هبط ونرجع، دائما كنرجع. انا وصلت دابا هنا، اذا غنحسب واحد جوج وندير وحده هكا، وغنرجع للبلاصه منين بديت، غادي نهبط هنايا، نسد هادي. منين سديت هذيك دابا خصني حيت غير وحده، وغندير هادو. اذا غنجي باش ندير هاد، باش ندير هاد الخط هاد الفوق هذا، غنجي لهنا غنحسب واحد جوج، ها هو هنا، انا جد درتو من التحت هو لتحت، وهذا غنديرو من الفوق ها هو، ونرجع، نرجع على البلايص منين جيت، صافي ها هو. هاد الخطوط هذا دابا غندير هذا وهذا، باش ندير هذا، باش غندير هذا غنهبط، باش ندير هذا غنمشي من هاد الجهه. اذا انا غنهبط هنا، غنهبط، هبط جوج، كنحسب دائما جوج، الخيوط كيتشابكوا لي هادشي، فوالا هبط جوج، وغنمشي هكا جوج ونرجع، وغنجي هنا. صافي دابا انا درت هادو،
دابا درت هذا وهذا هو عندي من الفوق ومن التحت. دابا خصني ندير المربع، انا ديجا كنت بديتو، ها هو غندير له هذا الدخلانيه، هاد التعميره ديالو. اذا غنمشيها ونرجع باش صافي كنحيدها. دابا باقي لي ندير هادو وهادي، غنمشي هكا وغنطلع هنا، غنخرج هنا ونعاود نرجع. صافي منين رجعت غنهبط نيشان، غنهبط نيشان ندير الزيكزاك ديالي. غادي نحسب جوج، غنعاودو هاديك الشي اللي درنا قبيله. الزيكزاك كنهبط بجوج، كنهبط بجوج هكا، كنمشي مائله جوج ونهبط نيشان بجوج. درت الزيكزاك، راه دابا ندير لكم لو ليان ديالو الفوق ما شاء الله. كنحسبو دائما شحال الفرق. دابا ملي كدير هاد الشرطة، هاد الخط المائل، شحال من خط مائل ما فيه والو، عندي واحد جوج ثالث. الا بغيت نبدا منو نبدا، الا ما بغيتش نقدر نبدا من الرابع نمشي هكا ولا نمشي. المهم نتوما ليكم اختيار بحال شي طريق. ملي كتعرف عندك واحد البلاصة بغيت تمشي ليها وعندك جوج ولا ثلاثة الطريقات باش تمشي ليها، صافي كتعقل على اللي بغيتي، اللي كتجيك ساهلة ولا جاتك على خاطرك. اذا هانا دابا الثالثة، حنا دابا غادي نطلعو من الثالثة. شفتو ها واحد جوج ثالثة، ثالثة انا غادي نطلع. كيفاش غندير نطلع؟ غنطلع غندير هادي، غندير هادو بعدا غنطلع نيشان. هيا نطلع نيشان بجوج، كندير هاد لابتيت بواط، هاد الصناديق الصغيرة ولا مربع صغير. ها انا درت النص، دابا عندي هادي هادي راها لتحت وهادي راها الفوق، لتحت ما كايناش. اذا ها انا دابا درت هاك، درت هكا وهكا. اذا يمكن لي نطلع ندير هادشي ونعاد نجي نرجع نكمل. اذا انا باش نطلع شنو خصني ندير؟ باش ها انا دابا هنا، انا هنا عندي البرا من التحت. اذا باش نطلع غندير هاد الخط المائل من التحت، راه حيت عندي البرا تحت. اذا انا باش كندير خط مائل بحال اللي كنمشي مربع، كنحسب جوج هكا ونعاود كنمشي هكا باش كنجيبها نيشان. صافي ها انا درتو. يمكن لي دابا ندير هادو، باش كنقول لكم راه كاين قبيله درت طريقه ودابا هاد الطريقه اخرى. يمكن لكم ديروا دابا وانتم ماشيين، ومنين تجيو راجعين ترجعوا غير طول على الخيط. ها انا درت هادي باش ما كتبقاوش. ماشي صعيب، راه ماشي صعيب، غير فكر الانسان شويه وصافي يعرف كيفاش فين غيضرب البرا وصافي، بلا ما يبقى يرجع نمشي واحد الطريق وما نوليش. ها انا دابا درت هذا وهذا، صافي درت هاد اللي كاينه. دابا انا غنرجع للوسط ياك. دابا غندير هادي، غندير هادي باش كندير هادي. قلت لكم كنحسب واحد جوج هكا نيشان، وكنحسب واحد جوج هكا نيشان، وكنديرها باش كتجيني في المربع، في الدياغونال ديال المربع. اذا باش غندير هاد ليطوال، هاد النجيمه هادي، كيفاش كندير؟ دابا انا عندي هاد الخط، ها هو خارج من هنا. اذا غنهبط جوج، غنهبط بجوج وراني مبعده بجوج. دائما هنايا واحد جوج ومن هنا واحد جوج. اذا كنرجع كنضرب ونرجع، نعاود ثاني هادي. دابا باش غنمشي عليها، غنمشي واحد جوج ونجي هنا عليها، نبعد عليها بجوج ونضرب، نضرب ونرجع. كتبقاو دائما كتحسبوا هادوك الجوج. دابا هاد الخيط ها هو عندي هنا، غنطلع واحد جوج. شفتو كنطلع واحد جوج وكنضرب. انا دابا غادي نحسب عاوتاني واحد جوج، وغادي تجي البرا هنايا فوق هادي واحد جوج، هي جوج، وغنضرب وكنرجع. شتي دائما البرا عندي كتكون في السونتر، في المركز. انا غنحسب ثاني واحد جوج، وراها بعيده على هذيك الاخرى بجوج، باش كيجي داكشي متناسق. الحساب هو داك، علاش ما سميتو طرز الحساب؟ ها واحد جوج، عاوتاني راه انا الخيط خارج عندي من السونتر، من المركز، وغنرجع للمركز ديالي. عاوتاني هابطه واحد جوج، غنجي لهنا وراني بعيده على هاد السونتر بجوج، وغنجي هنايا. ها هي باش كنكمل هاد الشميشه سهله، ان شاء الله تكون جيكم سهله. هادي انا فاش كنت كنتعلم هادي اللي كتعجبني وكتجيني سهله. اذا هما اللي جاتهم هذيك صعيبه، على الله هذه الا جاتكم صعيبه
ممكن اللي جاتو صعيبه ممكن نسهلو نبسطو اكثر عاوتاني حتى تعلمو بشويه عليكم بشويه. حتى حاجه ما جات في مره. ها انا درت هادي يمكن لي نرجع حيت هادي عندي غير من الفوق وهذا عندي غير من لهنا من التحت. دونك ندير ونجي ندير هادي نقدر ندير دابا ندير هادي لا بغيت غنطلع ونهبط. ها هي ندير هاديك الخط ها هو نطلع ونهبط. هاد الشرطه هادي راه ما عندي لا فوق لا تحت اذا غنديرها ونرجع. راه ما كايناش ما درتهاش. ها هي غنمشي وغنرجع وصافي. ها هي الزبقه ديالنا ها هي ونرجع. دابا دابا بني كنهبط نيشان كنحسب جوج ونهبط كنغندير الخطوط المائله. ها انا درت الخط المائل الرابع اللي نورمالمون كنت كنبدا من هنا. هاد الرشمه هادي بديتها من هنا وهاد الاخرى بديتها في الثالث. شفتوا كيمكن لك دير اي منين ما بلاصه بغيتي تبداي غير خصك تعرفي كيفاش تمشي والمهم تخرجي الزواقه ديالك قبل ما تبقاي تعاودي وتخدمي وتعاودي. ايوا دائما عندك جوج والثالث لا بغيتي تبداي فيه. حيت هو ما خصكش كاين اللي كيحفظ الزواقه كيفاش يتبعها. لا الا حفظتي غادي تنسي واحد النهار. لا خصك تفهمي كيفاش تمشي الدرس الا فهمتيه حسن ما الا حفظتيه. الا فهمتيه تقدر ديري ما حفظتي تقدري تنسيه ان جوغ وصافي مشى لك. ها انا دابا طلعت وغنرجع هكا صافي. دابا نتوما يا ان شاء الله غادي تكملوا حتى تكملوا هذا السطر. مني كتكملوا كترجعوا على هاد لي زيكزاك ديالكم داكوغ. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعليق وانا مستعده نبسط كثر لان كاين ما سهل من هاد الشيء. غير انا من مور هذا الشيء راه كاين ما سهل يمكن لينا نبسط اكثر للناس اللي ما فهموش بشي فيديو هكا. واللي فاهمين انا غادي نكمل معاهم هادي ان شاء الله. غندير فيديو اخر ان شاء الله نكمل فيه اللي راهم فهموا بغاو يزيدوا. ها هي واللي مازال ما فاهمينش يديروا هادي وإلا ما فهموش حتى هادي يديروا لي تعليق يقولوا راه جاتنا صعيبه وانا غادي نقدر ندير لهم فيديو اخر مبسط ان شاء الله. والله يعاونكم والله يسهل ابنيتي على كل واحد ان شاء الله. يلا الله يعاونكم. الى اللقاء في فيديو اخر. الى عجبتكم الفيديو ديروا لايك واشتركوا في القناه وان شاء الله نتعاونوا كاملين حتى نوصل. مع السلامه.